العاب المحلية من دائرة مسعد بأسعار معقولة حسب الطلب وحسب العرض في الأسواق مدينة مسعد. قمنا بتصنيع جلود من جلود غير قابلة للاستعمال إلى جلود قابلة للاستعمال، وهذه الجلود نستطيع أن نصنع بها أي منتجات جلدية تتمثل في حقائب وأحذية وألبسة إلى غير ذلك من المنتجات. الآن نحن بصدد تعريف بشركة، أي شركة جيزان، هي شركة لمتربصي فرع أجهزة تبريد وتكييف بمسعد، تكوين مسعد. هو شركة تأسست في ديسمبر 2017 في برنامج شركتنا تحت إطار جمعية ريادة. هذا المنتوج هو منتوج مبتكر لتسخين وتبريد الماء في السيارة أثناء حاجية المسافر. هنا هذا الجانب لتسخين الماء أو أي شيء نريد تسخينه، وهنا الجانب البارد لتبريد الماء أو أي شيء آخر. وهو يعمل في دوسومبا تصبغ في السيارة ودوسومبا في المنزل. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في معرضنا بالاضافه الى المنتوج الثاني الذي هو مخاضه سعه 2 لتر